بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الشيرد بارامتر. البارامتر محدد، يعني بتكتب قيمه وتتغير حسب موضوعها من الكلام. يعني مثلا هنا الاسم بتاع الغرفه ده بارامتر، بيتكتب هنا اسم غير الاسم ده غير الاسم ده غير الاسم ده، تمام. الشيرد بارامتر هو بارامتر مشترك بين المشاريع كلها، فبيبقى في ملف تكست عادي صغير بره المشروع، تمام. خلينا نشوف مثال على كده. وليكن مثلا عندي الترابيزه ديت عايز اضيف لها شيرد بارامتر، فهقول له هنا edit family، هدخل هنا. العادي ان انا بضيف بارامتر، تمام، بس انا بقى المره دي عايز اقول له لا، انا عايز البارامتر اللي انا هضيفه، تمام، هختاره شيرد بارامتر. فلقيته قفل لي ان انا اكتب اي يعني اختار ان انا ديسبلين او تايب اوف بارامتر او اكتب اسمه، لا شيرد برامتر بينزل جاهز. طيب خلينا نقول له سيلكت، هختار الملف اللي فيه شيرد برامتر وليكن لوكيشن تولز، هقول له ايديت. ممكن يكون الملف ده مش هو ده اللي انا عايزه، اقول له براوز واختار شيرد برامتر تاني، ملف يكون فيه البرامتر بتاعتي. طب خلينا نفترض ان ده الاساسي واقول له نيو. هفترض ان انا عايز اعمل شيرد برامتر مثلا وليكن مثلا اسم المصنع، تمام. اسم المصنع ده هيبقى ايه؟ هيبقى حاجه معماري ولا بايبنج ولا انرجي؟ خليها كومون يعني حاجه عاديه. هل انت عايزه تكست ولا انتجر ولا نمبر ولا اريا ولا فوليوم ولا اس ولا نو؟ انا عايز تكست. اوكي تمام، ضفنا هو اسم المصنع، اقول له اوكي، اختار اسم المصنع. اوكي، عايز تايب ولا انستنس؟ طيب يبقى على كل النوع او التايب بتاع الفاميلي. الانستنس يبقى لكل ترابيزه، يعني الترابيزه دي من مصنع وترابيزه تاني من مصنع تاني، غالبا همشتري كله من مصنع واحد، فاقول له ايه؟ اوكي، ده هو بنفس النوع. طيب اسم المصنع ممكن تكتب اي اسم، وليكن مثلا الشرقيه مثلا، تمام، هقول له اوكي، اقول له لود انت بروجكت، اختار المشروع، اقول له اوكي. تمام، طيب التاج دوت اقول له edit family. عايز التاج ده يشاور على البرامتر اللي هو اسمه اسم المصنع، فهقول له edit. هلاقي التاج ما فيهوش الخاصيه دي، التاج ده خاص بالحاجات بتاعت الفرنتشر العاديه. طيب عايز اضيف اسم المصنع، هقول له ضيف لي تاج جديد البرامتر، انا عايز شيرد برامتر. ادي شيرد برامتر موجود. شيرد برامتر تقدر تخليه في كذا مشروع، تمام، وتقدر تستخدمه في التاج وتقدر تستخدمه في السكادول، هي دي الفكره. واقول له لود ان ذا بروجكت. اوكي، لود ان ذا بروجكت، ايوه. طيب لو قلت تاج لريت الاقي ان هو خد نفس الفكره اللي نفس التايب. طيب لو جينا غيرنا التايب، عملنا تايب جديد دوبليكيت مثلا، او في هنا دوبليكيت، تمام، وسمينا دي مثلا الغربيه، اوكي. بقى ده حسب التايب وده حسب التايب. لو جيت الشرقيه ده غيرت التايب هتلاقي دي فكرة الشيرد بارامتر.